مفيش شك انه لما يبقى في سيناتور امريكي شهير بيرني ساندرز، وكان مرشحا لانتخابات الرئاسة الامريكية من قبل، وهو من اقطاب الحزب الديمقراطي، ودايما افكاره المتعلقة بالمساواة لحد يعني انه بيوصف انه اقرب الى افكار الاحزاب الاشتراكية، يعني مهتم جدا بهذه القضايا يعني. فلما لقيمته الكبيرة كمان ولثقله، لما يكتب تعليقا مؤيدا لمصر وفيه الدعاية الكبيرة حتى لمشروع كبير بتقوم بمصر، هقول لكم هو كتب ايه، لان الحقيقة دايما لما بتكون في كتابات من هذا النوع لا بتحدث تأثيرا كبيرا لأهمية الشخص اللي بيقولها، وبيتم تداولها بشكل كبير وبتلقى جدلا كبيرا يعني. هتلاقوا بعض الناس طبعا ربما في العالم العربي في مصر ما بيهتموش يعني، وبعض الناس لا يستهويها إلا الأخبار السلبية عن مصر، لكن لما يبقى في هذه الاعترافات الكبيرة بأن مصر حققت تفوقا كبيرا فشلت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تحققه فيما يتعلق الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة، لما يبقى في إشارة من سيناتور أمريكي بارز، هنشوف التويتة اللي كتبها على الشاشة، يعني مضمونها بيتكلم عن إنه في الوقت اللي ترامب فيه بينهي التزام أمريكا بمحاربة تغيير المناخ، بتقوم مصر ببناء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في قلب الصحراء، وبتكلم عن أنه ده هذا هو المجال الثوري أو النوع الثوري من التكنولوجيا اللي يجب علينا جميعا أن نتبناه لتعظيم اقتصادنا والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة. ما فيش شك أن زي ما بقول لكم لأهمية الشخص ولقيمته، ولأنه مش مجرد كمان سيناتور عادي وتقليدي، لا ده له تاريخ كبير وبيهتم دايما زي ما قلت لكم بالقضايا المتعلقة بالمساواة والقضايا اللي هي أقرب لأفكار الأحزاب الاشتراكية، وبيهتم جدا بيبص الدول بتتفوق لإيه، لثقله ولقيمته بيتم ولقيمته بيتم تداول هذه التعليقات، وبتتاخد دايما وتثير جدلا واهتماما كبيرين. لازم نهتم بهذه التعليقات، ده معناها ان مصر اللي كنا لسه بنحتفل باربع محطات كهربائية جديدة، وقلنا ان احنا من الواضح ان في مجال الكهرباء حققنا المستحيل، وبدأنا كمان ان احنا نحلم ونطمح مش بقى في قضية الاكتفاء الذاتي او احتياجاتنا، لا كمان ازاي نبقى عندنا احتياطي وفائض، وده يخلي مصر بالنسبة للاستثمار ملجأ كبيرا، وكمان اي حد هيفكر في زيادة القوى الانتاجية والطاقة الانتاجية والمصانع الانتاجية مش هيبقى عندنا اي مشكلة. قيمة اللي قاله السيناتور الامريكي، شوفوا هو حتى بيقارن بين الولايات المتحدة الامريكية وبين ما حققته مصر، وبيعتبر انه ده هو الـ النوع الثوري في انك لو انت عايز تدخل في تحدي الطاقة، لا التحدي الثوري هو انك انت تستطيع انك تدخل في مجالات بديلة بهذا الشكل اللي هي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية احنا من الواضح كمان الناس مش واخدة بالها ايه اللي عملناه فيها، يعني احنا بنتكلم عن محطات عملاقة للكهرباء، لكن من الواضح ان مصر العالم كله بيشهد لها بما فيها السيناتور البارز بان كمان مصادر الطاقة البديلة بنشتغل فيها، يعني ولا نكتفي بالمصدر التقليدي يعني، لا بنشتغل كمان في المصادر البديلة. لما يبقى في إشادة بهذا الشكل وتسليط للضوء من سياسي أمريكي بارز، حتى اللي بيتابعوا دايما السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية هيلاقي لساندرز تعليقات كثيرة ومتعددة، ودايما حتى تعليقاته بتثير جدلا كبيرا. خلينا أسأل في هذا المجال الدكتور أيمن حمزة،
المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لأن ممكن تكون الناس مش واخدة بالها. يعني احنا يعني حينما سلط السيناتور الأمريكي الضوء على انه مصر كمان ما حققتش التفوق في انها توفر ان بقى عندنا محطات كهربائية عملاقة، لا ده دخلنا كمان في الطاقة البديلة. فنستوضح ده من الدكتور أيمن. دكتور أيمن أهلا بيك. دكتور أيمن. أيوه ألو. دكتور أيمن أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك، تحياتي لشعب مصر كله يا فندم. الله يا دكتور أيمن، احنا من الواضح هنا لما بتيجي إشادة من سيناتور أمريكي بارز، شخصية سياسية كبيرة، بأنه مصر كمان دخلت التحدي الكبير المتعلق بالطاقة الشمسية، يعني ده جانب يعني ربما لم يسلط عليه الضوء بشكل كبير. يعني كيف حققنا الطفرة والنجاح فيه كما أشار السيناتور الأمريكي؟ تفضل. هو طبعا ده يعني اسمح لي يعني نرجع خطوة للخلف والأزمات اللي كانت موجودة في الكهرباء، وبالرغم من يعني الكل كان بينظر للمستقبل في هذا المجال بنظرة يعني ما فيهاش الأمل الكبير، ولكن مع تولي السيد الرئيس القيادة السياسية ومن أول يوم وضع جملة أساسية وهي أن الطاقة أمن قومي، ومن هنا تضافت كل الجهود علشان مش بس نضيف قدرات كبيرة من الطاقة الكهربية من الوقود الاحفوري او المعتاد، لا ده احنا كمان بيبقى في استراتيجيه واضحه لتعدد مصادر الطاقه، يعني مش بس من الغاز الطبيعي، لا يبقى من الطاقه المتجدده يعني الشمس والرياح، من الفحم النظيف، من النووي. ومن هنا كان في خطوات كتير جدا تم اتخاذها في الطاقات المتجدده بالذات. الطاقات المتجددة مصر حباها الله بإمكانيات تصل إلى إنتاج حوالي 90,000 ميجا وات. طبعا نفس الخطوات بطريقة علمية تم اتخاذها لوضع خرائط أطلس شمسي لتوضيح الأماكن أكثر سطوعا للأماكن أكثر سرعة للرياح، ومن هنا كان يعني اختيار للاماكن بدايه من بنبان قريه في اسوان، تم تشجيع الاستثمار الخاص للدخول في هذا المجال، وصلنا فيها الى حوالي 1500 ميجا، اكثر تجمع شمسي في العالم في قلب الصحراء، وكافه الامكانيات المطلوبه في هذه المنطقة، رغم ان هي منطقة يعني ما كانش فيه اهتمام بيها، ولكن اصبح حاليا في تسليط ضوء كبير جدا عليها. تم بالفعل تم في مارس الماضي ضخ اول انتاج 50 ميجا في الشبكة. بس بنبان وهي تعتبر اكبر تجمع شمسي في العالم، في اكبر تجمع لانتاج الرياح في جبل الزيت باستثمار تصل حوالي 12 مليار جنيه. وفي اماكن كتير جدا. الشيء المميز في هذا الموضوع ان القطاع الخاص والاليات اللي اتخذتها الحكومه لتشجيع الدخول لسواء التمويلات الداخليه او الخارجيه في استثمار في الطاقات المتجدده كان مشجع جدا جدا، خلى من البدايه ما كانش فيه اقبال، اصبح بعد حاليا في لسه طويله كبيره جدا في الانتظار عشان يخشوا الاستثمار في هذا المجال بتاع الطاقه المتجدده. بتتكامل معاه مشروعات اخرى او مشروع اخر ضخم جدا برضه، يعني يعتبر الاول من نوع في المنطقه او الكبير اكبر نوع من نوعه في المنطقه، هو الضخ والتخزين جبل عتاقه، لان الطاقه المتجدده رغم ان هي رخيصة الوقود الخاص بها ولكنها غير متوفرة طوال اليوم. الضخ والتخزين بتأتي لعملية تخزين للطاقة الناتجة من الطاقة المتجددة أو الشمس أو الرياح، بس بطريقة غير مباشرة، بمعنى بسيط في حين توفر الطاقة المتجددة يرفع المستوى إلى حوالي 600 متر، يرفع المياه إلى أعلى 600 متر، وعند الاحتياج إليها بتنزل المياه وبتنتج مباشرة 2400 ميجا.
ده كله بيأتي في إطار استراتيجية واضحة جدا للتوسع في الطاقات المتجددة حتى 2035 لتصل إلى حوالي 42% أو تتخطى ذلك، ودي نسبة كبيرة جدا مرحليا حتى 2022 تصل إلى 20%. الحمد لله بس انا كمان هنا متوقف عند ليل السيناتور الامريكي بيعتبر ان ده التحدي الحقيقي او التحدي الثوري، يعني اللي عاوز ينافس ويعمل تحدي حقيقي يدخل في هذا المجال اللي تفوقت فيه مصر، لان العالم كله دلوقتي بيسعى الى خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، الى وجود تشجيع للطاقات المتجدده. ألمانيا بتشجع في هذا المجال، كل الدول كلها بتشجع في هذا المجال، لأن يعني طبعا الكل يعرف مدى تأثير الانبعاثات على المناخ وعلى طبيعة الأرض والتحديات اللي بتلقي بظلالها موضوع الانبعاثات. الدول الصناعية طبعا ليها يد كبيرة في انطلاق هذه الأدخنة، بالإضافة إلى ان مصر يعني بعد التحدي والصعوبه الشديده اللي كانت بتلاقيها في تامين التغذيه الكهربيه، عملت ثوره في اولا ادخال الطاقات التقليديه، مش كده وبس، ما نسيتش ابدا امكانياتها، وفعلا قدرت ان هي بالرغم الصعوبات الاقتصاديه اللي بتمر بيها، لانها كل المستثمرين بقى يضخوا ليها استثمارات ضخمة جدا جدا في هذا المجال. بشكرك يا دكتور أيمن، ألف شكر. لكن مفيش شك يا جماعة إن زي ما بقول لكم لقوة تأثير الشخصية وقيمتها لما يبقى فيه هذه الإشادة بنجاح حققناه. طبعا كل الكارهين لمصر يعني لن يلتفتوا إلى أخبار من هذا النوع يعني، ولن يسلطوا عليها الضوء، لكن إذا كان شخصيات مهمة في العالم وبعض دول العالم شايفة أن احنا حققنا التفوق، وإحنا كنا لسه بنتكلم في المحطات الكهرباء العملاقة اللي عملناها يعني، لكن كمان لم نلتفت إلى أنه مصر كمان دخلت في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية زي توليد الكهرباء، و الدخول في هذا المجال هو ده التحدي الحقيقي، البحث عن المصادر البديلة وعن الطاقة المتجددة، يعني هكذا يتحدث العالم كله الآن، ويبدو أن احنا دخلنا هذا المضمار وحققنا فيه تفوقا ولم يسلط الضوء عليه إلى حد أن احنا ننتظر إشادة سيناتور أمريكي بارز بهذا الشكل لكي نسلط الضوء على ذلك. في موضوع في غاية الأهمية احنا كنا ناقشناه معاكم في البداية.